الولادة التي ما فتئت تلد رجالا على مر العصور، حتى كانت هذه الثورة المجيدة، وكان لنا الشرف وكان لنا الصبر بحول من الله وقوته أن نكون أول حزب يقدم أوراقه إلى لجنة شؤون الأحزاب، وكان لنا تميزنا، وكان لنا هذا الصبر، وكلنا تحت عنوان واحد، ذبنا جميعا في عنوان واحد أن مصر أولا، وأننا ما تحملنا هذه المشاق إلا محبة في هذا الوطن وفي أبنائه، حتى أنعم المولى عز وجل علينا وعلى هذه البلد بقيام حزبنا الوليد الأمين المساعد للحزب بالجيزة، باشمهندس محمود عامر النائب السابق بمجلس الشعب، وكان له دور وصوت مسموع، أرادوا أن يحرمون منه فأبى الله أن يعود هو وإخوانه في المقدمة. أنا لا أريد أن أطيل في تقدمتي، فهو أولى مني بالحديث عن الحزب وعما يقول في نفسه وفي خاطره، مع البشمهندس محمود عامر عضو مجلس الشعب السابق والأمين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب أن أبدأ كلمتي بتحية خاصة لشعبنا المصري العظيم الكريم الذي علم الدنيا في التاريخ ويعلمه الآن. الشعب المصري العظيم كلما انتأم بحضارة كان في المقدمة، حضارة الفرعونية القديمة، حضارة الإسلامية العريقة، دائما مصر في المقدمة. تحية لهذا الشعب الكريم الذي قام بثورته وقدم شهداءه فداء لحريته وعدالته. لقد دفع الشعب المصري الكثير من الشهداء، ليس فقط في 25 يناير، الشعب المصري قدم الكثير في عبارة السلام، أكثر من 2000 شهيد وقبلها في قطار الصعيد، الرقم بين 1000 إلى 3000 شهيد. قدم الشعب المصري الكثير من أجل أن يحصل على حريته ويعيش في حرية وينعم بالعدالة الاجتماعية، ولهذا كان حزبنا حزب الحرية والعدالة. هذا الشعب الكريم الرتبة في الداخلية، من وزير الداخلية لأصغر رتبة الفرد في الشرطة، لابد أن يعلم ويتعلم أن هذا المواطن هو الذي يعطيه راتبه وينصب عليه وعلى جهازه كله من أوله إلى آخره، فلابد أن يحترم من يستخدمه، لابد أن يحترم من يعطيه راتبه آخر الشهر، لابد أن نعرف نحن أصحاب هذا البلد أن هذا البلد بلدنا، ولابد أن لا نسمح أبدا بتسلل لا فساد ولا استبداد، ولهذا كلنا نطلب ونتمنى ونعمل على هذا إن شاء الله، أن نتبنى خارطة طريق تبدأ فيها الانتخابات، انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى ورئاسة الجمهورية، ونعيد إنشاء دستور مصر العظيم الذي نتوافق عليه جميعا إن شاء الله، ويعبر بصدق وبحقيقة عن طموحات وآمال هذا الشعب. بفلذات أكباده لن نضن ولن نضن على هذا الوطن. مع الأستاذ الدكتور عمرو الدراج أمين عام حزب الحرية والعدالة بالجيزة، فليتفضل مشكورا.
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أنا الحقيقة في غاية السعادة اليوم لقائي بحضراتكم. أخ محمد عبد اللطيف الحقيقة يعني أعطاني أكثر من قدري، فأنا يعني واحد منكم ونضع يدنا إن شاء الله يعني يدي في يدكم جميعا لكي نعمل على ارتقاء بهذا الوطن وارتفاع بشأنه. أنا الحقيقة أنا يعني لست خطيبا مفوها مثل أخ محمد ولا المهندس محمود. أنا أحاول يعني أتحدث مع حضراتكم بحديث بسيط، حديث من القلب، حديث أتمنى أن يصل إلى قلوبكم جميعا لأنكم جميعا في قلبي. وأنا الحقيقة بشعر بالفخر إني جالس بين إيدين حضراتكم اليوم. وإذا كان يعني شعار المؤتمر بتاعنا اليوم مصر أولا، فأنا أفتخر إنه أول مؤتمرات للحزب في محافظة الجيزة قررنا إن هو يعقد في إمبابة، فبالنسبة لنا إمبابة أولا. إحنا النهاردة إحنا الحقيقة في حزب الحرية والعدالة اللي هو الحزب الناشئ الجديد اللي هو خرج من رحم الجماعة الأم، جماعة الإخوان المسلمين كما تعلمون جميعا حضراتكم، ولكنه يعني ينتظر له إن شاء الله أن ينطلق إلى آفاق كبيرة تتعدى حدود الجماعة الأم لكي تسعى الشعب المصري جميعا بأفراده، سواء انتموا للجماعة أم لم ينتموا، سواء هم مسلمون أم مسيحيون، رجالا أو نساء، الحزب إن شاء الله سيسعى كل هؤلاء ويضع يده في يد كل مخلص شريف لكي يعمل على تحقيق أمال هذه الأمة. إحنا هدفنا من مجموعة المؤتمرات إن شاء الله اللي إحنا بصدد عقدها في محافظة الجيزة في خلال هذا الشهر إن إحنا نلتقي بحضراتكم، يعني نتحاور معكم عن قرب، حضراتكم تعرفونا عن قرب أكثر، نحيطكم علما بأهم مبادئ وأهداف الحزب الوليد. الحزب ده نشأ ليه؟ على أساس إيه؟ بيسعى لتحقيق إيه؟ وناخد من حضراتكم برضو يعني آرائكم وتوجيهاتكم لكي ناخدها في الاعتبار في وضع خططنا وفي وضع وسائلنا التي ننوي أن نقوم بها إن شاء الله. فالمؤتمر النهاردة هو المؤتمر الأول في سلسلة هذه المؤتمرات. إحنا ننتظر أيضاً أن يشرفنا بعد قليل الدكتور عصام العريان النائب الأول لرئيس الحزب. هو يعني في ارتباط قبل هذا الارتباط وسيلحق بالمؤتمر إن شاء الله. فإحنا هنبدأ، يعني أنا هأعطي بعض الضوء على الحزب ودكتور عصام إن شاء الله يستكمل بعد ذلك. زي ما ذكر الأخ محمد والمهندس محمود، إحنا حزبنا اسمه حزب الحرية والعدالة. لماذا اخترنا كلمة الحرية والعدالة بالذات يعني اشمعنى اسم الحرية والعدالة بالذات؟ زي ما ذكرنا إحنا طبعاً حزب بيستلهم مرجعيته وأسسه ومبادئه كلها كما يستلهمها الشعب المصري في أغلبيته من المبادئ العامة للشريعة الإسلامية. المبادئ العامة للشريعة الإسلامية تدعو إلى أمور كثيرة، لكن يأتي على رأسها هذين المبدأين الهامين، مبدأ الحرية ومبدأ العدالة. طب لماذا؟ يعني خلينا ننظر كده ونتأمل قليلا لماذا يعني هذين المبدئين هم على رأس وقمة مبادئ الشريعة الإسلامية؟ يعني الحرية، احنا بننادي الحرية ازاي؟ يعني هل الحرية بمفهومها الغربي الذي يدعو أن يقوم الإنسان ويعمل كل ما يريد وفق ما يريد وقت ما يريد بصرف النظر عن الآخرين أيا كانوا، ولا الحرية دي منضبطة بضوابط معينة ولا بتسير في اتجاه معين؟ الحرية عندنا تعني أساساً إن الإنسان حر لأنه ليس عبداً إلا لله سبحانه وتعالى.
عندما يكون الإنسان عبدا لله سبحانه وتعالى تتحقق له الحرية الكاملة. الحرية الكاملة إن هو يبدي رأيه كما يشاء، يدرس العلم الذي يريده، يسافر إلى المكان الذي يريده في الوقت الذي يريده، يعمل ويحصل على الوظيفة التي يسعى إلى أن يحصل عليها، يعبر عن رأيه كيفما شاء بدون أن يجد زائرا في الفجر أو في غير الفجر يلقي به في غياب السجون والمعتقلات، فيكون مطمئنا اطمئنانا تاما أن هذا الرأي له احترامه حتى لو كان رأيه وحده. يعني لو مصر فيها 80 مليون، لو في 79 مليون و 999 ألف ليهم رأي وشخص واحد ليه رأي تاني، هذا الشخص له حق أن يعبر عن رأيه ملتزما طبعا بالضوابط والآداب العامة، لكن رأيه له كل احترام وكل تقدير. فالاختلاف في الأمر ده شيء وارد، ولكن حرية الرأي ده شيء أساسي في الإسلام وعندنا. الحاجة الثانية إنه لا ينفع ولا يصح إن الإنسان يدعي أو يزعم أنه حر إلا إذا كانت إرادته حرة. طب يعني إيه إرادته تكون حرة؟ يعني إرادته تكون حرة لما يكون متحرر من كل القيود التي تكبل هذه الإرادة، أن يكون متحررا من قيد الفقر، أن يكون متحرر من قيد المرض، أن يكون عندما يريد أن يعالج ابنه